السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. الجهاز اللي راح نحكي عنه اليوم راح يكسر هواية روس تحكم الفئة مالته بالسعر، بس هو يغلبهم بالمواصفات. فئة لازمتها سامسونج وشاومي صار سنين ما لهم منافس حقيقي، بس هذا الجهاز لا أصدقائي، يعبرهم ويعبرهم مترهي. اسمحوا لي أنا أقدم لكم التكنو كامون 20 بريمير. هذا جهاز فلاكشيب إلا شوية برأيي، والجهاز تقدر تقول عليه أنه أقوى اللي نزلته تكنو للعراق، أحسن جهاز تقدر تشتري بين 300 و 400 دولار. بس راح أقول لك كل شيء عنه، الزين والموزي. مرحبا، أنا حسن وأهلا بكم في فيديو اليوم. نبدأ بأول نقطة وأهمها، ليش هذا أقول عليه فلاكشيب إلا شوية. شوف صديقي، معالج الجهاز هنا حيل قوي، هو الأحسن والأقوى من أي جهاز ثاني، سعره بين 300 و 400 دولار، أقوى من الـ A54 من سامسونج وأقوى من البوكو X5 برو من شاومي، لأن تكنو لعبتها بذكاء واختارت معالج حيل جديد من ميديا تيك أول مرة يدخل العراق، هو الدايمنسيتي 8050. هذا معالج معمارته 6 نانومتر، أداء شبه فلاكشيب، ينطيك قوة أداء بأنتوتو تقريبا 685 ألف نقطة، وهذا أعلى من الـ A54 ومعالج الإكزينوس 1380 اللي محصل بس 520 ألف نقطة بنفس الاختبار، وأحسن من أي جهاز يشتغل معالج سناب دراجون 778 جي اللي ما محصل أكثر من 535 ألف نقطة. عرفتوا هذا اللي دا أقوله أصدقائي؟ هذا المعالج دايمنسيتي 8050 بالتكنو بريمير أقوى على الأقل ب 30%، يعني ثلث القوة من هذه الأجهزة. ببجي، كول أوف ديوتي أو أسفلت أو أي لعبة قوية موجودة بسوق بلاي راح تلعبها براحتك وبصورة ممتازة وفريمات عالية بين 50 والستين، يعني راح تشوف لعب صافي وناعم مثل الزبد جوا إيدك بالجهاز. وإذا حابين سوي لكم اختبار تفصيلي لأداء هذا المعالج والحرارة واستهلاك البطارية كتبوا لي بالتعليقات. أبو جاسم مستعد. طبعا لازم أقول لك إنه هنا عندك نسخة واحدة من الجهاز، يعني نسخة 8 512 جيجا صديقي. سمعتني زين؟ 512، لا 100 ولا 200. ما أعرف شلون راح تمديها للنصتيرة اللي عندك، يعني برأيي حتى لو تحط روحك بروحها ما راح تقدر. والرام هم يصعد لل 16 جيجا، إذا تحبوا شغلك قوي تفتح هواية تطبيقات بوقت واحد. ويا هيك اعتاد معالج، فلازم تعرف نقطة أساسية إن المعالج هنا لأن حديث فحرارة وصارف بطارية كلش قليل، بس طبعا كبطارية جهاز بطل لا تخاف منه، يعني بالبريمير عندك بطارية عملاقة 5000 ملي أمبير، شاحنة موجودة بالباكيت ويا الكفر اللطيف هذا، والسماعات أيضا موجودة، والشاحنة قوتها 45 واط، مو الأسرع إي أعرف، بس تعطيك شحن قوي، تدرس لك هاي البطارية الكبيرة خلال ساعة وكم دقيقة، والبطارية ما تستسلم ولا تصفر بسهولة، الشحنة الكاملة تمشيك يوم شغل قوي، سكرين أون تايم أو تشغيل شاشة مستمر بين 7 و 8 ساعات. خلي بالك إن الأداء اللي موجود هنا والكاميرات اللي راح نسولف فيها ما كل الجهاز ولا منافس أصدقائي بسعره، يعني البريمير نزل للعراق ب 379 دولار ويا هدية بالحجز المسبق هاي الساعة اللطيفة اللي سعرها 149 دولار، يعني الجهاز يصف عليك 330 دولار بسعره وكاميراته وأداءه ومعالجة ما له منافس. طبعا الساعة جدا لطيفة ضد المي، تقدر تغوص لحد عمق 20 متر. طبعا وين تغوص ما أدري، بس بدجلة لا تفكر تغوص لأن يعني خطية ناشف في الشط حيل هالأيام. مصنعية الساعة قوية، إطارها معدني، شاشة كبيرة 1.69 إنج، عليها طبقة حماية تقاوم الضربات، زجاجها منحني ومحمي بطبقة خاصة اسمها 2.5D، هذه نوعية من الزجاج كانت أبل بس تستخدمها بساعاتها. تقدر تخابر من الساعة ومايكات وصوت الساعة زين، وعندك مودات 9 للتمارين، جري وإليبتيكال وسباحة وغيرها، وعندك أكثر من 160 واتش فيس أو وجه ساعة تقدر تختار منه. هذه الساعة بجمالها تجيك هدية ويا الجهاز حجز مسبق. بس هسه راح نروح الثاني نقطة حديدية بالجهاز، وهي الكاميرات الرهيبة اللي مستريحة بهذا البيت المعدني الأنيق حيل بظهر الجهاز. عندك عدسة أساسية 50 ميجا بها تثبيت بصري OIS، نظام السنسر شيفت OIS، هذا يعتبر الأفضل، بيخلي متحسس مال الكاميرا كله يتحرك أكثر من 5000 مرة بالثانية حتى يعادل الهزة مال الإيد. أبل هي أول من بلش يستخدم هذا النوع بالآيفون 13 برو، تكنو استخدمته بالكامون 20 بريمير، يثبت لك الصور والفيديوهات وهذه النماذج قدامكم. هذا هو تصوير فيديو 4K 30 فريم من التكنو كامون 20 بريمير نسخة 5G، مشغل مانع اهتزاز الفيديو، أنا حاليا دا أمشي. هذا النوع من التثبيت يعطيك صور وفيديوهات جدا راقية وثابتة، بس العدسة الصدق غريبة هي العدسة الألترا وايد أو الواسعة كلش، هنا أنا ولي أول مرة بكل الفئة وبأي فئة ثانية تكنو خلت عدسة تقدر تعتمد عليها من صدق،
وهي متحسس سامسونج 108 ميجا، متحسس مشهور شبعنا منه كعدسة أساسية مو واسعة. نانا تكنو قررت أن تستخدمه وتنطيك عدسة ألترا وايد من الأفضل، ومتحسس قوي يعطيك إمكانيات وتجربة تصوير مختلفة، تفاصيله بكل مكان موجودة قدامكم النماذج. صور البورتري محترم حيل، القطع والعزل مال الهدف فيها مرتب، حتى التصوير الليلي راح تشوفه من الأفضل بالفئة وحتى من الأغلى منه. عدسة سيلفي 32 ميجا، ما أقول لك الأفضل لكن بالفئة ممتازة، ونفس العدسة اللي تستخدمها سامسونج بالـ A54. البورتري منها لطيف، الصورة والألوان مثل ما تشوفون، وجودتها تعتبر جدا ممتازة بالفئة. بس باقي جوانب الجهاز راقية، شاشة AMOLED عملاقة 67% إنج، تردد عالي 120 هرتز، يعني أعمق سوادات موجودة وأعلى تباين بين الألوان، والشاشة والحمد لله فلات، لا لوفة ولا انحناء، وهذا اللي أنا أحبه دائما. 120 هرتز تردد الشاشة تخلي كل شيء ناعم وسلس. دقة الشاشة Full HD ستاندر بالفئة، وياها كثافة بكسلات عالية تخلي أي شيء يشوفه بالشاشة حاد وحلو وصافي. عندك بصمة ضوئية تحت الشاشة سريعة ومرتبة تشتغل كنظام حماية بايومتري لبياناتك. الصوت ستيريو ومرتب بس مو عالي. بس اللي مرتب من صدق وفاجأني بالجهاز هو تصميم، عدا عن انه جلد الفينش نوع ملمسه الا طحي، انيق بسيط وراقي وقوي. تخيلوا الظهر متعالج بمواد خاصة تخليه يتحمل الشخطات والضربات وحتى يقاوم النار، وانتو قيسوا المتانة والجودة المصنعية اللي بيه. الجهاز طبعا فلات من كل مكان حتى اطاره، راح تقدر توقفه على الميزة براحتك، بس وزنه خفيف 205 غرام. الاطار الومنيوم عدل والدقم بالصفحة قوية وتحسها فخمة ومتينة تكمة بالإيد. وطبعا الجهاز يجيك بلولين ولا اروع، برأيي الازرق هذا بلا منافس، وما اقبل اي احد يقول لي انه اكو تصميم احلى منه. واكو اسود كلاسيكي انا مو كلش احبه، واكو حركه حيل احترام التكنو عليه. الكفر بالباكيت مو عادي اصدقائي، كفر شبه شفاف باطاره بلون الجهاز، يعطيك منظر انيق وراقي وافضل من الكفرات الشفافه الثانيه كلها بالفئه والاغلى منها. تفاصيل التفاصيل دايره بالها تكنو عليها بهذا الجهاز، اكيد جهاز ممتاز بس ملاحظاتي موجوده عليه. اولها واهمها انه ما عندك اي مقاومه لا للمي ولا للغبار من اي درجه. الثانية السماعات مو عالية، زينة وصافية اي بس مو عالية. الثالثة بالشاشة، اضاءتها قريب 700 شمعة، وهذا قليل من القارنة بالمنافسين، وما عندك اي طبقة حماية معروفة للشاشة. اذا تريد رأيي بالملخص راح اقول لك، لان انت اذا وصلت وياي بالفيديو لهنا فانت بطل. كامون 20 بريمير جهاز ينطيك اداء فلاكشيب وراقي 3-4 سنين جاي، يعطيك كاميرات محترمة ومرتبة ومن أرقى طراز. إذا أنت من عشاق التصوير الفوتو أو الفيديو الجهاز إلك، وهذه برأيي النقطتين تخلي جهاز فلاكشيب وقوي وبسعر معقول. باقي مواصفاته أساسا قوية مقاصرة، جزء الأفضل إي، بس الكاميرا والمعالج بدون منافس. في أمان الله.